كنقدموا لكم اليوم حوت مشرمل بلي زيرب دو بروفانس، حوت مشوي. كناخذوا الحوت كنغسلو كنقيوه كنغسلوه كنقطروه من الماء، كنقطعوه بهذا الحجم هذا، ما يكونش غليظ ما يكونش رقيق مويه. من بعد ما كيتقطر كنزيدو كاس ديال زيت الزيتون في واحد الاناء، كنزيدو قزبور معدنوس زعفران كمون ملح ابزار وفلفل حار، وكنزيدو لي زيرب دو بروفانس ثومه محكوكه وعصير ديال نص حامضه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الحامض. كنرقدو هذا الحوت تقريبا 40 حتى لساعه ما يفوتاش. من بعد ما كنحضروا هذا الحوت كندوزوا مباشره كنسخنوا كنعملوا الجمر ديالنا، المجمر كنعملوا فيه كنشعلوه كنسخنوا مزيان شويه. الحوت كنعملوا من فوقه الباقي ديال الشرموله باش يتشرمل مزيان ويتشبع من الشرموله واخا انه فوق العافيه. هنا الحوت ديالنا طاب، بقى لينا نحضروا لي سالاد. حضرت هنا الجانب هذاك الحوت بطاطا مسلوقه ومسوطيه في شويه ديال الثومه وقزبور وخردل. هنا المعجنات لي بات مع الطون بمطيشه، وحضرت لي سالاد مشويه اللي كتكون من فلفله مشويه ومقشره ومطيشه محكوكه مع العطريه اللي هي الثومه والبزار والملح وتحميره حاره. هنا نقدم لكم الطريقه ديال هاد لاصالاد هادي. كنشحروا الفلفله اللي اصلا هي مشويه ومقطعه مع شويه ديال الثومه، كنزيدوا ليها مطيشه كنخليوها كطيب على مهل حتى كتشرب مزيان. كنقدموا لي سلطه ديالنا مع الحوت وبصحه والراحه.